بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. اللهم اجعلنا منهم. إلى أن قال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أعاذنا الله من ذلك. وقد اختلف أهل التفسير رحمهم الله في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيهم إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به، أي معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطاء الله من أنفسهم الميثاق، بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق لا يبيننه للناس ولا يكتمونه، فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن حيان رحمه الله. وقال آخرون: بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله عليهم الصلاة والسلام من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها، الشاهد لهم على صدقهم. قالوا: ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي أيضاً عن مقاتل بن حيان رحمه الله نحو هذا وهو حسن، وإليه مال الزمخشري، فإنه قال: فإن قلت فما المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وهو معنى قوله: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتب المنزلة عليهم لقوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال آخرون: العهد الذي ذكره الله تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم عليه السلام، الذي وصفهم في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فالله تعالى أخذ العهد علينا جميعا: ألست بربكم؟ كلنا قلنا: بلى، شهدنا. فيجب أن نتمسك بالكتاب والسنة ونتقي الله. ونقضهم ذلك
تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان رحمه الله أيضا حكى هذه الأقوال ابن جرير رحمه الله في تفسيره. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى قوله الخاسرون، قال: هي ست خصال من المنافقين إذا كانت فيهم الظهرة أي النصر على الناس أظهروا هذه الخصال، إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أي الغلبة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا تمنوا خانوا. فعلينا أن نحذر صفات المنافقين، فالكذب وخلف الوعد والخيانة ونقض العهد وقطع الرحم والإفساد في الأرض، هذا من صفات المنافقين، فيجب أن نحذر ذلك. اللهم جنبنا ذلك. وكذا قال الربيع بن أنس رحمه الله أيضا، وقال السدي رحمه الله في تفسيره بإسناده قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: هو ما عهد إليهم في القرآن فاقرأوا به فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وقوله عز وجل: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات، فالأرحام هم القرابات من جهتي الأب والأم، فيجب صلة الرحم كما فسره قتادة رحمه الله كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ورجحه ابن جرير رحمه الله، وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان رحمه الله في قوله: أولئك هم الخاسرون، قال: في الآخرة، وهذا كما قال تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر، فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذنب. وقال ابن جرير رحمه الله في قوله: أولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل يخسر خسراً وخسراناً وخساراً، كما قال ابن جرير رحمه الله، كما قال جرير بن عطية: إن سليطاً في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة، أي عبيد. نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق والضلال. قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، جل جلاله. يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره، وكنتم أمواتاً فأحياكم، أي قد كنتم عدماً فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون،
أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال: هي التي في البقرة: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثك. قال: وهي مثل قوله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة، ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى، فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، جل جلاله. وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك رحمهم الله. وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح رحمهم الله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قال: يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال ابن جرير رحمه الله عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم أماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم أماتهم ثم أحياهم يوم القيامة. وذلك كقول الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. وهذا غريب والذي قبله. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وأولئك الجماعة من التابعين. وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما يشتركان فيه من عدم الإحساس، كما قال في الأصنام: أموات غير أحياء. وقال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. سبحان الخلاق العظيم جل جلاله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم جل جلاله. لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء. والاستواء هنا تضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء هنا اسم الجنس، فلهذا قال: فسواهن وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق جل وعلا. كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق، فالخالق يعلم كل شيء جل وعلا.
وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم جل جلاله. ففي هذه دلالة ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا، خلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. وقد صرح المفسرون رحمهم الله بذلك كما سنذكره بعد هذا بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فقد قيل إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل إن الدحي كان بعد خلق السماوات، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالله خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثم دحى الأرض أي أخرج منها الماء والمرعى وغير ذلك. فالأرض مخلوقة أولا ثم خلق الله السماء ثم دحى الأرض أي أخرج منها الماء والمرعى وغير ذلك. وقد قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء وسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو النون الذي ذكره الله في القرآن نون والقلم، والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاه والصفاه على ظهر ملك، والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان عليه السلام ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض. فذلك قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أي جبالا أن تميد بكم، وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول قل أئنكم لتكفرون بالأرض لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها يقول أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول من سأل فهكذا الأمر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان،
وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس، فجعلها سماء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحى في كل سماء أمرها. قال: خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا نعلم، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش، فذلك حين يقول: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله. ويقول: كانتا رتقا ففتقناهما. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن الله بدأ خلق الأحد، خلق الخلق، إن الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأراضين في الأحد والاثنين، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السماوات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم عليه السلام على عجل، فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. وقال مجاهد رحمه الله في قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض هار منها دخان، فذلك حين يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فسواهن سبع سماوات، قال: بعضهن فوق بعض، وسبع أراضين يعني بعضهن تحت بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، كما قال في آية السجدة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا: أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وعفظا، ذلك تقدير العزيز العليم جل جلاله. فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء رحمهم الله، إلا ما نقله ابن جرير رحمه الله عن قتادة رحمه الله أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فالله خلق الأرض أولا، ثم خلق السماء، ثم دحى الأرض، أي خلق فيها المرعى والأشجار والأنهار وغير ذلك. قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذا بعينه، فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير رحمهم الله قديما وحديثا، وقد قررنا ذلك في تفسير سورة النازعات. وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية
دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه، فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها. وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة. والله سبحانه وتعالى أعلم جل جلاله. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردوية في تفسير هذه الآية رحمهم الله الحديث الذي رواه مسلم والنسائي رحمهم الله في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وهو من علماء اليهود أسلم في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي، لأن هذا الحديث فيه أن الخلق سبعة أيام: سبت وأحد واثنين ثلاثاء وأربعاء وخميس وجمعة، سبعة أيام. فهذا لم يثبت، فالله خلق الخلق في ستة أيام: أولها الأحد، الأحد والاثنين ثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. فأما هذا الحديث قال ابن المديني والبخاري وغير واحد من كلام كعب الأحبار لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى في السماوات قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة عليهم السلام، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال ربك للملائكة عليهم السلام: واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير رحمه الله عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة رحمه الله أنه زعم أن إذ هاهنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير: ليس في القرآن شيء زائد. قال القرطبي رحمه الله: وكذا رده جميع المفسرين، القرآن ليس فيه زيادة، حتى قال الزجاج: هذا اشتراء أي جرأة من أبي عبيدة، فليس في القرآن شيء زائد بلا حكمة. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل. خليفة أي قوما يخلف بعضهم بعضا،
قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف، وقرئ في الشاذ: إني جاعل في الأرض خليقة، حكاه الزمخشري وغيره، ونقلها القرطبي رحمهم الله عن زيد بن علي. وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عليه السلام عيناً، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء؟ فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون. الصلصال الطين اليابس الذي إذا ضربته بإصبعك له صوت. أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارب والمآثم، قاله القرطبي رحمه الله. أو أنهم قاسوهم على من سبق، كما سنذكر أقوال المفسرين رحمهم الله في ذلك. وقول الملائكة عليهم السلام هذا ليس على وجه الاعتراض على الله، فإنه لا يعترض عليه، ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم الملائكة عليهم السلام لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئاً لم يأذن لهم فيه. وهاهنا لما أعلمهم أنه سيخلق في الأرض خلقاً قال قتادة رحمه الله، وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا: أتجعل فيها؟ وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك. وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم. فإني سأجعل فيهم الأنبياء عليهم السلام، وأرسل فيهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء المؤمنون المتقون والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، واجعلنا من الصالحين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ثبت في الصحيح رحمه الله أن الملائكة عليهم السلام إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، وذلك لأنهم يتعاقبون فينا الملائكة عليهم السلام، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال،
كما قال عليه السلام: يرفع إليه إلى الله عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وهو يعلم كل شيء ويرى كل شيء جل وعلا. فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله جواباً لهم إني أعلم ما لا تعلمون أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء، والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به، نعوذ بالله من الشيطان. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم، ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم ثبتنا على الإيمان والهدى، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم ابن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة رحمهم الله قالوا: قال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك. وقال السدي رحمه الله: استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. قال: وروي عن قتادة رحمه الله نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل، الله لا يستشير أحد، فعال لما يريد، عليم خبير. وقال السدي: استشار الملائكة في خلق آدم، رواه ابن أبي حاتم. ولكن هذا فيه نظر، الله لا يستشير أحد، بل هو فعال لما يريد، عليم خبير. قال: وروي عن قتادة نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل. وعبارة الحسن وقتادة رحمهم الله في رواية ابن جرير أحسن. يعني قال لهم إني فاعل، في الأرض قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد، حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن سابق رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دحيت الأرض من مكة، وأول من طاف بالبيت الملائكة عليهم السلام، فقال الله: إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مكة. وهذا مرسل لأن عبد الرحمن بن سابط لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سنده ضعف، وفيه مدرج، وهو أن المراد بالأرض مكة، والله أعلم. فإن الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. خليفة، قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم أن الله تعالى قال للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: ربنا، وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا.
قال ابن جرير رحمه الله: فكان تأويل الآية على هذا: إني جاعل في الأرض خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم عليه السلام، ومن قام مقامه في طاعة الله والحكم بالعدل بين خلقه، وأما الإفساد وسفك الدماء بغير حقه فمن غير خلفائه. قال ابن جرير رحمه الله: وإنما كان تأويل الآية على هذا معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا، يعني قرن بعد قرن. قال: والخليفة الفعيلة من قومك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيه بعده، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا. قال: وكان محمد بن إسحاق رحمه الله يقول في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، يقول: ساكنا وعامرا يسكنها ويعمرها، خلفا ليس منكم. قال ابن جرير رحمه الله: وحدثنا أبو كريب، حدثنا عثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال، ثم خلق آدم عليه السلام وأسكنه إياها، فلذلك قال: إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سفيان الثوري رحمه الله عن عطاء بن السائب رحمه الله عن ابن سابق رحمه الله: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: يعنون به بني آدم. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله: قال الله للملائكة عليهم السلام: إني أريد أن أخلق في الأرض خلقا وأجعل فيها خليفة، وليس لله عز وجل خلق إلا الملائكة عليهم السلام، والأرض ليس فيها خلق. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن الله أعلم الملائكة بما يفعل ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفاً ما رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم، فقالت الملائكة ذلك، فقاسوا هؤلاء بأولئك، يعني قاسوا بني آدم بالجن. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن بكير ابن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة عليهم السلام فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون، جل جلاله. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله في قوله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، إلى قوله: وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال: خلق الله الملائكة عليهم السلام يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة، فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة عليهم السلام تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم، فكانت الدماء بينهم، وكان الفساد في الأرض، فمن ثم
أي فمن هنا قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفك؟ قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثنا الحسن قال: قال الله للملائكة عليهم السلام: إني جاعل في الأرض خليفة. قال لهم: إني فاعل. فآمنوا بربهم، فعلمهم علما وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه، فقالوا بالعلم الذي علمهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال الحسن: إن الجن كانوا في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، ولكن جعل الله في قلوبهم إن ذلك سيكون، فقالوا بالقول الذي علمهم. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمهم الله في قوله: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كان الله أعلمهم أنه إذا كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فذلك حين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا هشام الرازي، حدثنا ابن المبارك عن معروف يعني ابن خربوز يعني ابن خربوز المكي عمن سمع أبا جعفر محمد بن علي يقول: السجل ملك، وكان هاروت وماروت من أعوانه، وكان له في كل يوم 3 لمحات ينظرهن في أم الكتاب، فنظر نظرة لم تكن له، فأبصر فيها خلق آدم وما فيه من الأمور، فأسر ذلك إلى هاروت وماروت وكان من أعوانه. فلما قال تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء؟ قال ذلك استطالة على الملائكة. وهذا أثر غريب، وبتقدير صحته إلى أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الباقر، فهو نقله عن أهل الكتاب، وفيه نكارة توجب رده، يعني غير صحيح، والله أعلم. ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا 2 فقط، وهو خلاف السياق. وأغرب منه ما رواه ابن أبي حاتم أيضا رحمه الله، حيث قال: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبي يقول: إن الملائكة عليهم السلام الذين قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كانوا 10,000، فخرجت نار من عند الله فأحرقتهم. وهذا أيضا إسرائيلي من أخبار بني إسرائيل، ولا نصدق ولا نكذب. وهذا أيضا إسرائيلي منكر كالذي قبله، أي لا يصح، والله أعلم. وقال ابن جرير وقال ابن جريج رحمه الله: إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقال ابن جرير رحمه الله: وقال بعضهم: إنما قالت الملائكة عليهم السلام ما قالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأن الله أذن لهم في السؤال عن ذلك بعدما أخبرهم أن ذلك كائن من بني آدم، فسألته الملائكة عليهم السلام فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يا رب وأنت خالقهم؟ فأجابهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن ذلك كائن منهم، وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لي طايعا. قال: وقال بعضهم: ذلك من الملائكة عليهم السلام على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا: يا رب خبرنا مسألة الملائكة، استخبار منهم لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير رحمه الله. وقال سعيد عن قتادة رحمه الله قوله:
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاستشار الملائكة في خلق آدم. على كل حال استشار الله، ما يستشير أحد، يفعل ما يريد، وهو علام الغيوب. وقال سعيد عن قتادة رحمه الله قوله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فاستشار الملائكة في خلق آدم، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وقد علمت الملائكة من علم الله أنه لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد في الأرض، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، وقوم صالحون وساكنوا الجنة. قال: وذكر لنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن الله لما أخذ في خلق آدم عليه السلام قالت الملائكة عليهم السلام: ما الله خالق خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا، فابتلوا بخلق آدم عليه السلام، وكل خلق مبتلى كما ابتليت السماوات والأرض بالطاعة. فقال: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا: أتينا طائعين. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة رحمه الله: التسبيح، التسبيح والتقديس الصلاة. وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة رضي الله عنهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: يقولون: نصلي لك. قال مجاهد رحمه الله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: نعظمك ونكبرك. وقال الضحاك رحمه الله: التقديس التطهير، يعني الله منزه عن كل نقص وعيب جل جلاله. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. وقال ابن جرير رحمه الله: التقديس هو التعظيم والتطهير، ومنه قولهم: سبوح قدوس، أي الله منزه عن كل نقص وعيب جل جلاله، يعني بقولهم سبوح تنزيه له، وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض أرض المقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة عليهم السلام إذن: ونحن نسبح بحمدك، أي ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى البيهقي رحمه الله عن عبد الرحمن بن قرط رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع تسبيحاً للسماوات العلى: سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة رحمه الله: فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام، وقوم صالحون وساكنوا الجنة، اللهم اجعلنا منهم.
وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وسيأتي عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله أقوال في حكمة قوله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقد استدل القرطبي رحمه الله وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة، يعني الحاكم، ليفصل بين الناس فيما يختلفون فيه، ويقطع تنازعهم، وينتصر لمظلومهم من ظالمهم، ويقيم الحدود، ويزجر عن تعاطي الفواحش، إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة رحمهم الله في أبي بكر رضي الله عنه، أو بالإيماء إليه، الإشارة إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله عنه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر رضي الله عنه، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، يعني العلماء والكبراء العقلاء على مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم له، فيجب التزامها عند الجمهور. وحكى على ذلك إمام الحرمين رحمه الله الإجماع والله أعلم، أو بقهر واحد الناس على طاعته، فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف، وقد نص عليه الشافعي رحمه الله. وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف، فمنهم من قال لا يشترط، وقيل بلى ويكفي شاهدان. وقال الجبائي يجب أربعة، وعاقد ومعقود له، كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة، فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف، معقود له وهو عثمان رضي الله عنه، واستنبط وجوب الأربعة شهود من الأربعة الباقين. وفي هذا نظر، في هذا القول نظر، والله أعلم. ويجب أن يكون الإمام ذكراً حراً بالغاً عاقلاً مسلماً عدلاً مجتهداً بصيراً سليم الأعضاء، خبيراً بالحروب والآراء، قرشياً على الصحيح. ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ، خلافاً للغلاة الروافض